إذاعة سلطنة عمان. كتاب أعجبني. في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم. أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا. جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب. كتاب وصف بأنه مهم جدا. ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني. مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل، تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي. كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي. أعزائنا أهلا بكم. كتب مؤلف كتابنا في حلقة اليوم إلى صديقه هيرمان كيستن قبل انتحاره بخمسة أسابيع: ليس هناك شيء مهم أقوله عن نفسي، كتبت قصة قصيرة حسب أنموذجي المفضل البائس، وهي أطول من أن تنشر في صحيفة أو مجلة، وأقصر من أن يضمها كتاب، وأشد غموضا من أن يفهمها جمهور القراء العريض، وأشد غرابة من موضوعها في حد ذاته. كانت هذه رسالة الكاتب النمساوي ستيفن زفايغ إلى صديقه هيرمان كيستن. وستيفن زفايغ سنتناول في هذه الحلقة روايته لاعب الشطرنج. هذه الرواية على بساطتها، كما يكتب شوقي العنيزي على غلافها، رواية مراوغة ظاهرها حكاية طريفة ممتعة عن سيرة لاعب شطرنج، وباطنها رسالة وداع وجهها الكاتب إلى الإنسانية جمعاء بعد أن فقد الأمل في الإنسان كما حلم به ودافع عنه، الإنسان الذي تحول إلى آلة تدمير لا هاجس لها غير السيطرة والربح. إذن رواية لاعب الشطرنج للكاتب النمساوي ستيفن زفايغ هي الكتاب الذي سنتناوله في حلقة اليوم، وهي من ترجمة سحر ستالا وصادرة عن دار مسكليان التونسية عام 2017. هذه الرواية سنتعرف عليها ونقلب صفحاتها ونتعرف على جمالياتها في الوقت القادم بصحبة الكاتبة هدى حمد. مرحبا هدى. أهلا بك سليمان وبكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أهلا بك. قراءاتك في الفترة الأخيرة نحت نحو الأدب العالمي، وظهر هذا أيضا في بعض الكتب الأخيرة التي اخترتها لكتاب أعجبني، وهذه المرة أيضا اخترت لاعب الشطرنج. لماذا؟ لماذا أقرأ الأدب العالمي؟ لماذا اخترت لعب الشطرنج تحديدا؟ طبعا أنا مهتمة في الفترة الأخيرة بالأدب العالمي الكلاسيكي، وهذه تعتبر من الروايات المهمة جدا التي اهتمت دار مسكلياني بإعادة ترجمتها، رغم أنه لها ترجمات سابقة وقديمة. وأيضا بشكل شخصي، لأنه أنا في الفترة الأخيرة مهتمة بموضوع الكتابة، بمعنى أنه كيف يتمكن كاتب مهم مثل زفايغ أن يكتب عن موضوع كبير جدا مثل الحرب العالمية الثانية وهواجس ما قبل الانتحار مثلا، عبر الكتابة التي تعتني بالفن، عبر الكتابة التي تهتم بالكتابة. فأنا يعني كثيرا ما تدهشني هذه النوعية من الكتابات، كما حدث أيضا عندما قرأت الشقاء العادي لبيتر هانديكا الذي تلقى رسالة انتحار والدته فكتب بطريقة مختلفة ومفاجئة عما نتوقع أنه ينبغي أن يكتب. وهذا هو الفن،
العظيم والذي سيخلد ويبقى أن يفاجئك في كيفية تناوله لموضوع ما عبر فن لا تتوقعه. نعم، مخاتل ومراوغ كما قال شوقي العنيزي. نعم، وسنتعرف على كيفية تناول ستيفن زفايغ للاعب الشطرنج، ولكن دعينا نتعرف في البداية ونعرف المستمع الكريم على ستيفن زفايغ. هناك عبارة مررتها وأيضا قلناها في مقدمة الحلقة، ربما شهرة ستيفن زفايغ تكمن في نهايته المأساوية بالانتحار. ستيفن زفايغ هو كاتب نمساوي من مواليد 1881، والمفارقة أني من مواليد 1981، أي أن بيننا قرن كامل من الزمان، ولا يزال ثمة إمتاع في هذا الكتابة، وهذا ما كنت أقصده في إجابتي على السؤال السابق. هذا الرجل بعد العديد من الكتابات والأعمال المهمة التي كتبها وأثناء الحرب العالمية الثانية، طبعا قرر هو وزوجته، طبعا كانوا في المنفى في البرازيل، وفي لحظة ضعف وانكسار وشعور بأن الوطن يتلاشى والوطن يذهب قطعة قطعة، قرر هو وزوجته للأسف الشديد أن ينتحر بحبوب منومة بجرعة زائدة، ومات وهما متعانقين يعني بهذه النهاية المؤلمة. ولكن الغريب أنه طوال فترة بقائه في المنفى كتب ما يقارب من 192 رسالة لأصدقائه، كان يتحدث فيها عن الهواجس والظروف والأشياء التي كانت تدفعه إلى فكرة الانتحار. وقبلها بخمسة أسابيع كتب إلى صديقه كما ذكرت في المقدمة هيرمان كيستن، يتحدث عن أنه كتب هذا، حتى الملتبس في جنسه لاعب الشطرنج يعتبرها أنها لا تستطيع أن تكون ضمن مجلة لأنها أطول من أن تكون أن يتضمنها مجلة، ولا تستطيع أن تكون في كتاب مستقل لأنه ظن أنها أقصر من أن تكون رواية. لكنه كان يقول أنني يعني تركت في هذه الرواية ربما ما هو أشد غموض من أن يفهمه القارئ، وأنه وربما أشد غرابة من أن يعني أن يتحده هذه 70 ورقة. نعم، إذن دعينا نتحدث عن، أنت ذكرت نقطة أنه كيف تناول الحرب العالمية الثانية وويلاتها ومعاناتها على الفرد في يعني في العالم ككل، وليس فقط في كنمساوي أو ألماني. كيف تناولها ستيفن زفايغ في رواية لاعب الشطرنج؟ نعم سليمان، لأنه أنا هذا ما سأعيد والتحدث عنه حول موضوع الكتابة، لأننا الآن مثلا في الوطن العربي وأمام ظروف الحرب والمتغيرات التي تحدث في الوطن العربي، ستجد العشرات والمئات من الأعمال الروائية التي تخرج والتي لا تستطيع إلا أن تتشابه مع هذا الواقع وأن تغتني منه، بينما زفايغ يفاجئك أنه ينقل كل هذه الحرب، كل هذه المساوئ إلى رقعة الشطرنج ويعيد. وطبعا هو لم يختر لعبة الشطرنج من فراغ، كلنا نعرف تاريخ لعبة الشطرنج ووجود الخصم والخصم الآخر ورغبة الخصم في الانتصار على الخصم الآخر، فهو عبر هذه الرقعة هو يعيد إنتاج الحياة، يعيد إنتاج الحرب، يعيد إنتاج الآلام. أكثر ما يعجبني في هذا الاشتغال أن شخصية البطل وهو السيد باء، هذا الرجل الحقوق الذي كان على اتصال مع الأمراء النمساويين، يعني يتم القبض عليه من قبل الألمان والنازيون ويلقون به في السجن، وكان هذا عبارة عن فندق. هنا المفارقة لتصوير الحرب بطريقة جدا مختلفة عما نتوقعه، فهذه الشخصية السيد باء يعاني بأنه يتم احتجازه لمدة أشهر طويلة في غرفة مفرغة من كل شيء إلا من البياض، وكانت عازلة حتى للصوت، لا يستطيع أن يسمع أي صوت، لا يتحدث إلى أي حد أحد، لا يعرف الليل من النهار، ليس له أي علاقة بالوقت، فقط يلقى له الطعام من أسفل الباب ولا يعرف أي شيء عما يدور خارج هذه الغرفة. وأنت كقارئ
تختنق وتتألم وتعاني الكثير عبر هذه الصفحات القليلة جدا. كيف يعاني هذا الإنسان وهو دائما يقول لو أنني كنت سجين آخر، لو أنني أعذب بالكهرباء، ربما كان أكثر رحمة لأنني سأكون على اتصال بالحياة بطريقة أو بأخرى، ولكنه يبقى في هذا الفراغ ويتعذب به طويلا جدا إلى أن تكون نجاته عبر كتاب لتعلم لعبة الشطرنج. نعم، دعينا نتحدث عن الراوي في هذه الرواية. يعني نجد هناك الراوي المراقب عن بعد، نجد هناك أيضا ربما هذه الرواية تتألف من بطلين فقط. نعم، هذه الرواية شخصياتها قليلة للغاية جدا، تتكون من شخصيتين أساسيتين، وهي شخصية ميركو كازينتوفيك، وهذا هو اللاعب شطرنج عالمي ومعروف. توفي والده البحار غرقا وتبناه شخص وبدأ يربيه، لكنه كان يشعر دائما بالخذلان لأن هذا الطفل المتبنى لا يستطيع القراءة ولا الكتابة ولا يستطيع أن يكتب جملة واحدة بدون أخطاء. ومن ثم عندما يبلغ 12 من عمره يكتشف قدراته الخارقة في لعب الشطرنج، يغلب أبناء الحارة، يغلب أبناء القرية ومن ثم أبناء المدينة، ويبدأ في منازلة يعني لاعبين يعني عالميين، وتبدأ مسيرة شهرته من هنا، رغم أنه لا يستطيع كما قلت أن يقرأ ويكتب أو يكتب جملة واحدة بدون أخطاء. نتوقع في البداية أنه هذه هي شخصية البطل، ومن ثم الراوي طبعا المفارقة أن هذه الأحداث طبعا تدور في سفينة تنطلق من نيويورك إلى بونس آيرس. في هذه الرحلة العائمة، في هذه السفينة العائمة، هذا الراوي لا نعرف من هو ولماذا هو أصلا مسافر وإلى أين هو ذاهب وماذا وما هي قصته. هذا الراوي مشغول فقط بهاتين الشخصيتين، منشغل بهما تماما، فقد تفاجأ في البداية بهذه الشخصية المعروفة كلاعب شطرنج عالمي، وتوقعنا أننا ستكون الحكاية كلها عنه، لنكتشف لاحقا أن البطل الحقيقي هو الذي سوف ينازله، وهو المحامي السيد باء الذي تحدثنا عنه، والذي طوال حياته لم يلعب الشطرنج على رقعة حقيقية، وإنما كان يستدعيها من سجنه الانفرادي، من الكتاب الذي عثر عليه في جيب المحقق. نعم، وقرأه عشرات المرات إلى أن ربما يكون قد حفظه. وهذا أيضا هنا أيضا كان يصور البعد النفسي المتأزم لهذه الشخصية. فهذا الشخص عندما سرق كتاب المحقق من جيب معطفه الذي كان يقطر بماء المطر، وعاد متحمسا إلى غرفته الفارغة، كان يمني نفسه يا رب أن يكون كتاب شعر أو رواية جامحة، يا رب أن يكون به عدد كلمات لا متناهي. كان يتمنى، ومن ثم يفتح ليجد عن هذا الكتاب الذي يعلم في الطرق لعب الشطرنج، وأشهر الطرق التي فيز بها في لعب الشطرنج بالضبط، ولدرجة أنه لم يستطع ترك هذا الكتاب وقرأه عشرات المرات، وكنا نحن كقراء نعيش معه هذه الانفعالات. ثم لم يكتفي بهذا الأمر، بل إنه جمع فتات الخبز وحولها إلى لعبة الشطرنج، وعندما كما نعلم أن فريقين الأبيض والأسود مرغ قطع الخبز في الغبار القليل جدا المتبقي في أطراف الغرفة لكي يصبح لديه البيادق السوداء والبيادق البيضاء، واستمر ولأنه واحد كان يحتاج دائما إلى خصم، وهذا كان هنا ذروة التأزم لهذه الشخصية، لأنه كان مضطرا دائما أن يكون هو والخصم في آن، أن تكون أنت والخصم في آن. يعني كيف يمكنك أن ترى توهج هذه الشخصية تجاه أن تكون أنت والخصم في آن؟ وهذه الشخصية الراوي عن بعد كنت أراه هو زفايج، هذا الراوي هو زفايج المتأمل لكل هذه المتغيرات ولكل هذه الحروب الصغيرة التي كانت تدور في عمق شخصية السيد باء الذي لم يصرح باسمه، أو في الشخصية الأخرى الجاهل الذي تحول إلى نجم عالمي كبير. نعم، الآن أريد أن أسألك عن، دعينا نقول، ثيمة مهمة في هذه الرواية، ثيمة الانتظار بوصفه قاتلا.
نعم، هذه أيضا واحدة من الأشياء المروعة. هل لك أن تتصور هذه الرواية التي تمتد على ما يقارب 73 صفحة فقط، مليئة بكل هذه الهواجس؟ فهذه السفينة كما قلت لك لا يوجد سوى الراوي وشخصية ميركو كازان توفيك البطل، اللاعب بطل العالم في الشطرنج. نعم، والسيد باء، سيد باء الذي لم يلعب حقيقة لعبة الشطرنج على رقعة حقيقية، يقف أمام هذا اللاعب ويهزمه، ويهزمه بسهولة تامة، فيرتبك البطل العالمي ولا يعرف كيف ينجو من خصمه لأنه لم يهزم منذ أن كان في 12، لكنه يتدارك ويكتشف أن خصمه لا شيء يضر به بقدر ما يضر به الانتظار. فكان يعني ينتظر لدرجة أنه بين النقلة والأخرى يستغرق ما يقارب 10 دقائق، وكان السيد باء في هذه الأثناء يستعيد سجنه ويستعيد الفراغ ويستعيد آلامه ووحشته تلك ليستيقظ هذيانه القديم، ولذلك هو شعر أنه أمام ذلك الارتباك لا يستطيع أن يكمل اللعبة، فينتصر البطل الحقيقي لهذه اللعبة. نعم، وهذه الرواية تستحق منا قراءة أطول، ولكن وقت الحلقة شارف على الانتهاء للأسف الشديد. ندعو طبعا المستمعين لقراءة هذه الرواية الجميلة، رواية لاعب الشطرنج للكاتب النمساوي ستيفن زفايغ، الصادرة ترجمتها العربية عن دار مسكلياني التونسية سنة 2017 بترجمة سحر ستالا. شكرا جزيلا لك يا الكاتبة هدى حمد. شكرا لك. غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحبسي.